الله أكبر الله أكبر. عيد الأضحى أو كما يسميه البعض بالعيد الكبير، وهو عيد لجميع المسلمين في مختلف الأقطار، ويوافق العاشر من شهر ذي الحجة كل عام، أي بعد يوم عرفة. وأهم ما يميز عيد الأضحى هو وجود الأضحية التي لها قصة دينية نتعرف عليها في الفيديو التالي. فالأضحية عباد الله هي إحدى شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلمون إلى الله بتقديم ذبح من الأنعام في أول أيام عيد الأضحى وحتى آخر أيام التشريق، وهي سنة مؤكدة. ويعد عيد الأضحى ذكرى لقصة نبينا إبراهيم عليه السلام، إذ دعا ربه أن يهبه ولدا صالحا، وذلك عندما هاجر من بلاده، فبشره الله عز وجل بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام الذي أنجبته هاجر، وكان عمر إبراهيم عليه السلام 86 عاما. وعندما كبر إسماعيل عليه السلام رأى والده النبي إبراهيم عليه السلام في المنام أن الله عز وجل يأمره بذبح ابنه إسماعيل، فقص رؤياه على ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا ترى. فأجاب إسماعيل عليه السلام مطيعا لربه وأبيه قائلا: يا أبي افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله مع الصابرين. وجاءت اللحظة الحاسمة، فوضع النبي إبراهيم ابنه إسماعيل على الأرض ونوى الذبح، لكن السكين لم تقطع بأمر ربها، فعندها فداه الله عز وجل بكبش عظيم، لتصبح الأضحية بعد هذه الحادثة سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام يؤديها جميع المسلمين في عيد الحج. ويعرف عيد الأضحى بمسميات عديدة، أي يوم النحر والعيد الكبير وعيد الحجاج. فمن سنن يوم عيد الأضحى يا عباد الله ما يلي: أولا، فيجب التطيب والاغتسال يوم العيد، فمن السنة أن يغتسل الرجل يوم العيد وأن يتطيب، كما أن يقوم بارتداء أجمل الثياب، كذلك لإظهار شعائر العيد وبهجته واتباع لفعل الصحابة الكرام. وثانيا التكبير، فمن السنة أن يقوم المسلم بالتكبير جهرا صباح يوم العيد عند خروجه لأداء صلاة عيد الأضحى، كما يشرع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، ويكون ذلك بعد أداء كل صلاة من صيغ التكبير المشروعة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وثالثا تأدية صلاة عيد الأضحى، فتعد صلاة عيد الأضحى من السنن المؤكدة عند الشافعية والمالكية، بينما يعتبرها الحنفية واجبة، والحنابلة يرون أنها فريضة كفاية، ويبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس، وينتهي عند ميل الشمس إلى منتصف السماء. تأخير الأكل بعد صلاة العيد من المستحب يوم عيد الأضحى، أن يؤخر المسلم طعامه إلى بعد العودة من الصلاة، امتثالا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن بريدة بن الحصيب الأسلمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ورابعا مخالفة طريق العودة من الصلاة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة العيد من طريق فإنه يعود بعد إتمامها من طريق آخر، ويقال إنه كان يقوم بذلك حتى يشهد عليه الطريقين. لذا من السنن الواجب اتباعها يوم عيد الأضحى أن يعود الرجل من طريق مختلف عن الطريق الذي سلكه وهو ذاهب إلى الصلاة. وختاما، لا تنسى أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحيم وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والكراهية وتطهير القلب منها والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن عمل في هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة عملا صالحا خالصا لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان هذا فيديو اليوم متابعينا الأعزاء، المرجو منكم دعمنا باللايك والاشتراك وإخباري بأي فكرة تريدونها في الفيديو القادم. كان معكم أخوكم من قناة معلومة ونص، مع السلامة.